كانت حدا امتحانات فدازو فداز اجواء مزيانه. نفسي كنحس شويه ديال الصعوبات يعني بالنسبه لنا حنا كنبقاو نخدموا بزاف بالتليفون زعما يعني كونترامون في القسم شويه عندنا مشكل حنا الشوف دونك وقعنا بزاف ديال المشاكل صراحه في عينينا وداكشي. ما الحمد لله كانت مزيان. بالنسبه للكاتب هو كي خصو يكون واحد التلميذ كيقرا حتى هو في المدرسه مزيان. حنا صحاب البكالوريا خصو يكون قل منك, خصو يكون في جدع مشترك. بالنسبه الاولى بكالوريا ممنوع علينا من عند كليا انه يكتب لينا. بالنسبه الاولى بكالوريا خصو يكون ديما قل منا مستوى, قل منا بسنه, خصو نجيبوه من جدع المشترك. هذا الكاتب كيجلس حدانا نهار الامتحان كيقرا لنا الورقه ديال الامتحان شنو فيها, كيقرا لنا التكست, كيقرا لنا الاسئله وحنا كنجاوبوا يعني كنمليو عليه شنو خصو يكتب. في البدايه كيكون ديروا ليه الوساخ كنمليو عليه كنحطوا الافكار ومن بعد كنعاودوا نمليو عليه داكشي بالترتيب في ورقه الامتحان بحال حنا اللي كنكتبوا غير هو اللي كيكتب بلاصتنا. دونك داكشي كيبقى ديما التخوف اشنو كيكتب واش غادي يدير لك شي خطا كيف داير الخط ديالو. دونك هذا هو التخوفات اللي عندنا حنايا من هذه النقطه. بالنسبه للنقطه الاخيره اللي قلتي دابا ديال المرافق فصراحه باقي نلاقين واحد الصعوبه كبيره ان نلقاو كتاب وسورتو مع الحجر ومع كورونا. دونك الاباء كيخافوا بزاف على وليداتهم كيقولوا لنا لا شفنا طمال زعما ديال المدارس وكيقولوا لنا كنلقاو ديما مشكل مع الاباء خايفين على ولادهم ما عارفينش كيفاش غادي ندوزها. كيقول لك انت خصو يكون جالس حداك وانا خاف على ولدي وزعما كنفهموا في واحد في هذه القضيه. ديكو لقينا مشكل كبير فانا نلقاو صراحه كتاب ولقاو مرافقين وحنا صراحه متخوفين بزاف من هذه القضيه. هذه التخوف حنا ما عارفينش بزاف ديال الامور كيفاش غادي يدوزوا. ما عارفينش اولا كيفاش الكاتب ديالنا كيفاش غادي كيفاش كيقول لك مسافه الامان متر حتى متر ونص وحنا الكاتب ديالك خصو يجلس حداك. دونك ما كناش حتى شي توضيح من هذه النقطه من هذه الناحيه هذه. باقي ما عرفناش الكاتب واش غادي يجي ولا ما غاديش يجي لان وقعت لنا بالا دوفو الافواج سبقونا. نهار الامتحان كيخوي بيك ولا كيقول لك انا راني سافرت ولا كيطفي لك التليفون دونك انت ما كتلقى عارف ما دير كتلف. داكشي علاش ضروري كنحاول انا نجيبو واحد كناخذ واحد الكميه كبيره ديال الكتاب باش يبقاو لنا بزاف يبقاو لنا يعني احتياطيين وكاو الا ما جاش شي واحد كتعدي بالاخرين. وديما كيبقى عندك داك التخوف ديال مستوى الكاتب كيدير وشنو كيكتب ليك شنو كيكتبش ليك كيدير الخط ديالو. دونك ديما عندنا بزاف ديال الهواجس صراحه متخوفين منه. لا بالنسبه للامتحان كيكونوا نفس الاسئله نفس المحتوى غير كيكون شي اسئله في شي مواد مثلا اللي كيستعملوا فيها الناس اللي كيشوفوا مثلا الخرائط الميديانات هادشي اللي ما كنقدروش عليه حنايا كيجعلوها مكيفه يعني كيديروا عن طريق اسئله وكتولي مكيفه يعني على سميتو على حسابنا حنايا. من بعد انا كنفكر انني صراحه ندير قانون فرنسي. كمل فيه ان شاء الله بحول الله.